مع شعار محمد بن سلطان بن مرخان بثمان دقائق 58 ثانية وثمانية أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز. ينطلق شوطنا الحادي عشر وهذا الشوط الخاص باندفاعاته القوية وتحدياته المثيرة، خاصة أيضا بالإذاع المحليات الأصايل. مباشرة مع مقدمة الشوط، مباشرة مع المركز الأول الوثبة، حمد بن علي بن سالم أيضا بن راشد الزاحمي يتقدم على المركز الأول، بينما المركز الثاني الوصول في ثاني المراكز النايفة لحميد بن صغير بن حمود المالكي، المركز الثالث وصلت فيه الشاهينية لسعود بن علي الحبسي يتقدم مع الشاهينية على المركز الثالث، بينما المركز الرابع القادمة هناك أيضا اللي هي غيارة تأتي لعلي بن محمد بن سيف بن حسين يتقدم على المركز الرابع، بينما المركز الخامس الوصول في خامس المراكز والقادمة هناك اللي هي دريبح لسعيد بن الصغير بن حمود الينيبي، والتغير هناك أيضا والدخول من خلال تواجد السيوف عبيد بن يابر بن الصغير العويسي خذت أيضا المركز السادس. المركز السابع الاسم القادم في سابع المراكز هذه القادمة والواصل الظبي لسليمان بن فهد بن صالح الجروان وصل في هذه اللحظات يتقدم من خلال هذا الاسم ومن خلال هذه التحديات يبغى لها مراقبة، أحد الأسماء القوية في هذا الشوط والمشاركة والقادمة من المملكة العربية السعودية لتشارك هنا بقيادة أبو محمد، بينما هناك اللي تأتي رهان لسعيد بن سالم بسعيد بن غدير الاكتبي يتقدم من خلال رهان ويقدم لنا هذا الاسم، يأتي من خلال هذه المنافسة خذ المركز الثامن، بينما المركز التاسع في هذه اللحظات مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام الاسم القادم في المركز التاسع والوصول والدخول هناك من خلال هذه الأسماء القوية والعملاقة القادمة من خلال هذه المنافسة. ما شاء الله شوفوا الوصول الدخول من الزاوية الأخرى اللي تقدمت العزرة الخالد بن حميد بن سعيد آل علي وصل في هذه اللحظات، وتدخلت على المركز العاشر شواهين عبد الله بن سعيد بن سالم الحبسي وصل في المركز العاشر. هذه العشر المراكز الأولى المتقدمة مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، هكذا النتيجة وهكذا الأسماء. نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى الصدارة، نعود إلى المركز الأول والمقدمة والأسماء القادمة في هذا الصباح المنافسة بعد العشر المراكز الأولى. أرى أسماء قوية قادمة، ولكن الوثبة حمد بن علي بن سالم بن راشد الزاحمي يتقدم على المركز الأول على المقدمة الأولى، بينما المركز الثاني غيارة علي بن محمد بن سيف بن حسين يتقدم في المركز الثاني. المركز الثالث الشاهينية لسعود بن علي بن عبد الله الحبسي، والمركز أيضا الرابع وصلت في هذه اللحظات في رابع المراكز وتقدمت دريبح لسعيد بن صغير بن حمود اللي نبي غيرت إلى المركز الثالث. الله شوفوا من القادم، هادي غزر خليفة بن عبد الله بن محمد بن منين الشامسي، وصلت غزر وخذت موقعها، بدأت تتقدم غزر يبغى لها مراقبة لأنها سجلت إنجازات قوية في هذا الموسم من خلال أيضا تحدياتها واندفاعاتها. هذه غزر بدأت تغير من مركز إلى مركز، نتمنى لها التوفيق ولجميع المشاركين. وصلت المركز أيضا السادس هذه النايفة لحميد بن صغير بن حمود المالكي قادمة بكل قوة وآتية أيضا بأداء متميز وجميل. القدوم الآخر هناك مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام من خلال الوصول الجديد، هذه سرابة خليفة بن علي بن محمد بن لاحج الاكتبي وصل بن لاحج يتقدم مع سرابة ويقدم لنا انطلاقته سرابة. هناك ايضا تأتي في هذه اللحظات مشاهدين الاعزاء هذه رهان لسعيد بن سالم بسعيد بن غدي الاكتبي وصلت ايضا هناك القادمة في هذه اللحظات مشاهدين الاعزاء متابعين الكرام. مذيار لحمد بن عوض بن مبارك بسعيد المهيري وصلت مذيار، والدخول الاخر الوصول الاخر القدوم الاخر يا سلام، وصلت الشاهينية لمظفر بن غلام بن موسى
بن احمد البلوشي، وصل البلوشي يتقدم. هكذا النتيجة، هكذا النتيجة، ولكن عودة الى مقدمة الشوط، عودة الى الصدارة الاولى. غزر 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 بن منين بن منين بن منين يتقدم مع غزر على المركز الاول على مقدمة هذا الشوط، ويقدم لنا غزر في المركز الاول في الصدارة الاولى في المقدمة الاولى. شعار بن منين يتقدم، شعار بن منين ياتي من خلال هذه المنافسة ومن خلال هذا الاداء المتميز. هذه غزر بدأت تنفرد بالمركز الاول، تسير الى الصدارة الاولى بشعاري بن منين، بشعاري بن منين هنا في المركز الاول وفي الصدارة الاولى يتقدم على المركز الاول بهذا الاداء المتميز. بينما المركز الثاني، شوف الدخول على المركز الثاني، شوف الدخول على المركز الثاني والقادمة في هذه اللحظات الواصلة هذه الوثبة، حمد بن علي بن سالم بن راشد الزاحمي وصل، بينما دخول اخر من خلال غيارة علي بن محمد بن سيف بن حسين، ولكن بن غلام وصل ايضا يقدم لنا هذه الانطلاقة. ايضا وصل علي بن سالم بن حمد بن عيسى المنصوري، ميرالاند وصلت في هذه اللحظات تتقدم من خلال هذه المنافسة القوية. يا سلام، اهالي ايضا غياثي، اهالي السلع قادمين، ولكن الكيلومتر الاخير، الكيلومتر المثير. غزر 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 على الصدارة، بن منين بن منين يتقدم على المركز الاول ويقدم لنا غزر في الصدارة الاولى. خليفة بن عبد الله بن محمد بن منين الشامسي المركز الثاني، شاهينية مظفر بن غلام بن موسى بن احمد البلوشي يتقدم. ماريلاند وصلت المركز الثالث، عيسى علي بن سالم بن حمد بن عيسى المنصوري يتقدم في المركز الثالث. هكذا النتيجة، ولكن غزر على الصدارة، غزر بن منينة، غزر بن منينة وبن غلام يبحث عن النقطة الثانية مع الشاهينية. وصلت الشاهينية، مظفر بن غلام بن موسى بن احمد البلوشي، الله، وصل ايضا علي بن سالم بن حمد بن عيسى المنصوري يتقدم. ماريلاند وصلت، ماريلاند، ماريلاند يتقدم مع هذا الاسم، ماريلاند، ماريلاند على المركز الثاني، ولكن الصدارة مع ابو غلام. ايضا بن مظفر البلوشي يتقدم، يقدم لنا مظفر بن غلام بن موسى بن احمد البلوشي، الشاهينية، الشاهينية يضيف النقطة الثانية، يضيف النقطة الثانية، يضيف النقطة الثانية. سلام 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 يا ابو زايد، سلام. يتقدم مظفر بن غلام بن موسى بن احمد البلوشي، الله الله، تهانينا والناموس. المركز الثاني ماريلاند لعلي بن سالم بن حمد بن عيسى المنصوري، المركز الثالث غزر لخليل بن عبد الله بن محمد بن منين الشامسي، المركز الرابع مذيار حمد بن عوض يتقدم لحمد بن عوض بن مبارك وسعيد المهيري، المركز الخامس وصول في المركز الخامس، ووصول من ايضا اللي هي ريهان سعيد بن سالم بسعيد بن غدية الاكتبي. تهانينا والناموس على هذا الفوز، تهانينا والناموس على هذه التحديات المميزة. هنا نعود بالتوقيت الزمني، مشكور يا ابو زايد. مظفر بن غلام بن موسى بن احمد البلوشي يضيف النقطة الثانية في هذا الصباح الجميل. ايضا حلوة يا ابو زايد هذه المشاركة الرائعة، حيث ياتي بالتوقيت الزمني وقطعت المسافة. مشاهدين الاعزاء، متابعين الكرام، في ايضا هناك 9 دقائق 6 ثواني و 9 دقائق 6 ثواني. المركز الاول 3 اجزاء من الثانية، المركز الثاني 9 دقائق 6 ثواني و7 اجزاء من الثانية. شعار علي بن سالم بن حمد بن عيسى المنصوري، هنينا والناموس. المركز الثالث 9 دقائق 10 ثواني، وفاء وتماما وكمالا مع غزر. تهانينا لخليفة بن عبد الله بن محمد بن منين الشامسي، تهانينا والناموس للجميع. مشاهدينا الكرام، متابعينا الاعزاء، يتواصل العطاء واللقاء من جديد من ارضية ميدان الوثبة ومن انطلاقة هذا المهرجان، مهرجان جائزة زايد الكبرى. ينطلق شوطنا الثاني عشر.